هواتف ستعمل بأندرويد نوغا ومعلومات غريبة عن الإنترنت. أهلا بك في نشراتك. هذه مراجعة من قناة رقمي عن أندرويد 7 نوغا، واستقبلنا أسئلة كثيرة تسأل عن الهواتف المستقبلة للنظام. في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز هذه الأجهزة. بعد استعراضنا لأهم 13 ميزة جديدة في أندرويد 7 نوغا، إليكم أبرز الهواتف التي ستحصل على التحديث مع وقت التحديث المتوقع. البداية مع سامسونج، ستحصل هواتف جالاكسي S6 فأحدث ونوت 5 فأحدث بالإضافة للجي 3. هواتف LG المؤكد وصول التحديث إليها هي G4, G5, V10, V20 المنتظر الإعلان عنه في 6 سبتمبر. ومع نيكسس جوجل سيصل التحديث لأجهزة نيكسس 6, 5X, 6P, جنرال موبايل 4G وتابلت نيكسس 9 وبيكسل سي. HTC أعلنت أن النظام سيصل لهواتف M9, A9 و10. هواتف هواوي التي ستحصل غالبا على التحديث كثيرة ومتعددة وهي ميت 8, ميت S, Honor 5X, Honor 5C, Honor G8, Honor V8, Honor 7, P9, P9 Plus, P9 Lite, P8, P8 Lite. أما سوني أكدت أن التحديث سيصل لهواتف Xperia Z3 Plus وعائلتي Z5 وXperia X وتابلت Z4. ومع ون بلس سند التحديث مع هواتف ون بلس 1, 2, X, ون بلس 3. بلاك بيري سيكون متاحا لهاتفيها رايف وديتك 50. وستحصل عائلتا زينفون 2 و 3 وزينفون سيلفي وزوم على أندرويد 7. وهنالك هواتف أخرى ستحصل على التحديث، وموعد وصول التحديث يخضع لسياسة كل شركة وتختلف من منطقة لأخرى ومن هاتف لآخر. كما ذكرنا بالتقرير، على الأغلب هناك هواتف أخرى سوف تستقبل التحديث، وتجدون القائمة كاملة على حسابنا في إنستغرام. قبل أيام احتفل العالم بيوم الإنترنت 25، وبهذه المناسبة نقدم لكم 7 معلومات مثيرة عن الإنترنت. قبل 25 عاماً وتحديداً عام 1991، جلس هذا الرجل تيم بيرنرز-لي ليكتب حقبة جديدة في تاريخ البشرية بانطلاق الشبكة العنكبوتية العالمية World Wide Web، والمعروفة اختصاراً WWW، ليتم إعلان 23 من أغسطس بيوم الإنترنت، رغم أن الويب جزء من الإنترنت الذي يضم البريد الإلكتروني وبروتوكولات نقل الملفات. 7 حقائق مثيرة عن الإنترنت. في عام 2000 كان عدد مستخدمي الإنترنت حوالي 400 مليون مستخدم، أما الآن وصل الرقم إلى 3,400,000,000 مستخدم، أي أن 46% من البشر يستخدمون الإنترنت في الوقت الحالي، ونصف هؤلاء يستخدمون موقع فيسبوك بمعدل 6 مشتركين بالثانية الواحدة وفق آخر إحصائية. اللغة الإنجليزية هي الأكثر انتشاراً من حيث المحتوى بنسبة 55%، وأما اللغة العربية بنسبة 3% فقط. يوجد أكثر من 966 مليون موقع حالياً، وهذا أول موقع تم إنشاؤه. أما هذا الموقع فهو أغلى اسم نطاق في العالم، فقد تم بيعه عام 2010 بأكثر من 35 مليون دولار. يخترق القراصنة أكثر من 30 ألف موقع كل يوم على الإنترنت. تقدر مبيعات التجارة الإلكترونية على الإنترنت في الوقت الحالي بحوالي 2.2 تريليون دولار، وهو رقم مهول يفوق ميزانية جميع الدول العربية مجتمعة. تسيطر الهواتف على مصدر تصفح زيارات الإنترنت بأكثر من النصف بنسبة حوالي 51% و41% من الكمبيوتر واللابتوب. سنغافورة مصنفة كأعلى بلد سرعة للإنترنت في العالم والإمارات الأولى عربياً، وأصبحت فنلندا عام 2010 أول دولة تجعل الإنترنت حقاً من حقوق الإنسان. متى أول مرة استخدمت بها الإنترنت؟ شاركنا ذكرياتك الجميلة. سؤال الأسبوع كان حول مدى رضا متابعي رقمي على المحتوى العربي في الإنترنت. الغالبية الساحقة لمتابعي رقمي غير راضية عن المحتوى العربي على الإنترنت،
والأسباب متعددة، والأزمة هي امتداد لتراجع القطاع العلمي للبلاد العربية عموما. ويقول بعض المتابعين إن كثيرا من المعلومات والمواضيع والبحوث لا يجدونها باللغة العربية، ويضطر الكثيرون للجوء للغة الإنجليزية وأحيانا الاستعانة بمترجم، فيما يرى آخرون أن هناك تحسنا وإن كان بطيئا في المحتوى العربي خلال الفترة الأخيرة، وصدور مواقع وقنوات وصفحات احترافية بمختلف التخصصات. هدف إطلاق قناة رقمي كان للمساهمة برفع جودة المحتوى العربي للإنترنت. لدعمكم لنا نتمنى أن ننجح في هذه المهمة. والآن مع الفائزين بمسابقة أجمل صور. وقبل الذهاب لأهم أخبار الأسبوع، تعلن قناة رقمي عن بدء سلسلة من 5 حلقات عن أجهزة واختراعات غيرت التاريخ. نتمنى أن تدعمونا بالمشاهدة والمشاركة. والآن هيا لأهم أخبار الأسبوع. شركة كانون تكشف النقاب عن كاميرا EOS 5D Mark IV بدقة 30 ميجا بيكسل وتصوير فيديو 4K، ستتوفر في سبتمبر بسعر $3,500. تحديث جديد لـiOS من أبل لحجب برنامج تجسس صهيوني اخترق هاتف سياسي إماراتي. واتساب تقرر مشاركة أرقام هواتف المستخدمين افتراضياً مع فيسبوك لأهداف إعلانية تجارية، ولمنع هذه المشاركة اذهب إلى الإعدادات الحساب ثم تعطيل مشاركة معلومات الحساب، وتليجرام يسخر من واتساب. تقرير يقول إن هاتف آيفون لعام 2017 سيأتي بشاشة من نوع OLED مع دمج الزر الرئيسي مع الشاشة وبتصميم جديد كلياً. وهذه صور مسربة لأغطية آيفون 7 ومن بينها لون أزرق غامق، مما يدعم التسريبات حول هذا اللون. سوني تكشف عن محول USB لاسلكي يتيح إمكانية استخدام يد التحكم بلاي ستيشن 4 مع أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز وماك، سيتوفر في سبتمبر بسعر $25. شركة شاومي تعلن عن الهاتف ريدمي نوت 4 بشاشة فول اتش دي 5.5 مع رام 2 او 3 جيجا بايت وبسعر يبدأ من $135. فيسبوك تطلق رسميا تطبيقها الجديد لايف ستيج لمنافسة سناب شات، متوفر لمستخدمي iOS. ومن جهة اخرى تقرير يقول بان ابل تعمل على تطوير تطبيق مشابه لخدمة سناب شات. تسريب صور جالكسي نوت 7 بنسخة باتمان والتي قد تأتي بنسخة رام 6 جيجا بايت، وأنباء أنه حصري للسوق الصيني، شاهد فتح صندوق الجهاز في الوصف أسفل الفيديو. ونبقى مع سامسونج حيث أعلنت أن تطبيق الملاحظات الخاص بنوت 7 سيتم طرحه لهواتف سامسونج الأقدم. وهنا تسريب صور يقال أنه لجهاز بلاي ستيشن 4 سليم المتوقع الإعلان عنه في سبتمبر بجانب جهاز بلاي ستيشن نيو. وأخيرا مع هذا الخبر، لأول مرة نسبة انهيار iOS في الربع الثاني من هذا العام تفوق نسبة انهيار الأندرويد. لايك وشير لمساعدة فريق رقمي، ونترككم مع فيديو لأكبر هاتف في العالم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. نلقاك الأحد القادم، إلى اللقاء.